انسحبت إسرائيل ومستوطنوها من قطاع غزة عام 2005 بعد احتلال عسكري دام 38 عاما، بدأت احتلالا من نوع آخر عنوانه الحصار المحكم. ومنذ ذلك الانسحاب يحلم المتطرفون الإسرائيليون بالعودة إلى القطاع والاستيطان فيه وتوسيع رقعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. باختصار، هم لا يرون أي حق للفلسطينيين في فلسطين ويسعون إلى إنهاء الوجود الفلسطيني تماماً. طوال هذه المدة كان هذا الخطاب محصوراً في شرائح يمينية متطرفة، لكن حركة يمينية تدعى حالة نظمت أمس مؤتمراً يشجع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وإعادة احتلال غزة عسكرياً والاستيطان فيها. من حضر هذا المؤتمر؟ بالتأكيد مثل هذا المؤتمر لن يفوته الوزيران الأشد تطرفاً في حكومة الاحتلال إيتامار بن كفير وبتسلئيل سموتريتش. وظهر بن كفير إلى جانب وزراء آخرين يرقصون بحماسة على أنغام موسيقى داخل المؤتمر. المفاجأة لم تكن في حضور بن كفير وسموتريتش فتطرفهما معروف، لكن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت أن 12 وزيرا من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو حضر المؤتمر. صورة بن كفير ووزراء في حكومة نتنياهو يتراقصون داخل المؤتمر أثارت غضبا بين الإسرائيليين. دانيال كتب غاضبا: يوضح هذا الفيديو هو ما نشعر به جميعا، الانفصال والفجوة العميقة بين أولئك الذين من المفترض أن يقودوا وبين الشعب الذي يفقد جنوده كل يوم، يرقصون ويضحكون ونحن نحزن. تومر يتساءل: وزراء الحكومة يرقصون على الأنغام ويشغلون رؤوسنا بخوفهم على الجنود، هذا كذب. أما عبد الله فيعلق بالقول: دعهم يرقصون ويحلمون، يحلمون بالعودة إلى غزة والمقاومة لديها الكلمة الأخيرة، وإن شاء الله الفلسطينيون هم من سيعودون إلى كامل أرضهم ويطردونهم من فلسطين. وائل يقول: لن يستطيعوا فعل شيء مما يحلمون به، الفلسطيني اليوم يموت في أرضه وهو يقاوم بكل ما يملك، ولا يحلم الإسرائيلي بالانتصار على أناس بهذه النفسية والقوة والوعي. حضور هذا العدد مشاهدين من وزراء الليكود ومعهم الوزيران الأشد تطرفا في حكومة نتنياهو مؤتمرا استيطانيا يتعارض مع تصريحات نتنياهو التي قال فيها إن حكومته لا تنوي الاستمرار في حكم غزة بعد الحرب.